زواج الفنانة شامي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع شيرين بيوتي، فانتشر مقطع علق عليه الجمهور انه لاحظوا انه شيرين في فيديو قديم كانت معلقة صورة أسامة على الجدار. ايضا في كتير اشاعات حب تجمع أسامة مروة وشيرين بيوتي. نمر ايضا الى الفنان الشامي اللي نشر امبارح مجموعة من الستوريات كان عم يجاوب على اسئلة الجمهور. في حدا علق له بي بحسك متضايق، رد الفنان الشامي بي ابدا الحمد لله ثم الحمد لله دائما وابدا الله يديم النعم. ايضا في تعليق اخر على اولو نفسك تعمل ايه في المستقبل، رد الفنان الشامي بي بطمح هالمكان يغيرني وعيش راضي ربي وعيلتي، بطمح كون سلام واعمل عيلة مسالمة. اتوقع الجمهور انه الفنان الشامي بيفكر في الزواج، فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ يذكر انه الفنان الشامي ربط اسمه بالعديد من المشاهير من بينهم لانا محمد وقمر الطائي. نمر الى لينا محمد اللي قامت بنشر مؤخرا مقطع وكان بايدها دبدوب على شكل ارنب. علق الجمهور على المقطع انه الدبدوب هدية من أسامة مروة. أما تعليقات الجمهور فكانت عم تحكي إنه أسامة بالأصل هو مرتبط بشيرين وإنه الهدية مو منه،